التسجيل العقاري في سامراء أغلق للتدقيق وكشف التلاعب، وأعيد افتتاحه بعد 3 أشهر من الإغلاق، ولكنه يعمل بموظفين 2 فقط. قرابة 50,000 عقار لهذه الدائرة، ويعاني المواطنون وأصحاب مكاتب العقار من تأخير إنجاز معاملاتهم، مما أدى إلى توقف مصالحهم بسبب الإغلاق والتأخير والتلاعب وعدم وجود موظفين مناشدين وزير العدل بالنظر إلى معاناتهم. فتح التسجيل العقار، لكن من فتح التسجيل العقار لا يوجد غير بس 2، المدير وموظفه وياه. الذيسه هسه كل ما أنا أروح أو أنت تروح، نروح ناخذ لنا شهر. وقضاء، اكبر قضاء بالعراق اليوم، اطالب السيد الوزير ان يوفر عدد موظفين بهذا القضاء. اكثر من 50,000 عقار موجود، بس 2 يديروا. ازمه السكن جدا حاده في سامراء. يعني من ناشد؟ ناشدنا المحافظه، القيم مقام، يا بيفتحوا لنا الطاب، ويا بيجيبوا لنا قانونيين. ما شاء الله عندنا شهايد قاعدين بالبيت، شهايد شباب وما حد عينهم. زين طافوا بنفرية 3 والباقي عقود، عمد عينونا والله سامر لها طافوا 2. حكومة المحافظة أكدت بقاء اللجنة التحقيقية الدائمية بسبب وجود ملفات فساد كبيرة في التسجيل العقاري، مشددين على ضرورة سد النقص الحاصل في كوادر الدائرة. بعد أن تم غلق التسجيل العقاري بأمر المعالي وزير العدل، تم افتتاحها مؤخرا مع بقاء اللجنة التحقيقية الدائمية في دائرة التسجيل العقاري سامراء، لسبب وجود يعني سجلات متلفة وسجلات مضافة وسجلات فيها يعني تحريف تزوير وتلاعب، إضافة إلى يعني وجود هنالك معلومات مخزونة في القرص الصلب أيضا لا تمت للحقيقة بصلة. مع التحاق المدير الجديد واجه صعوبة في يعني الوصول إلى ما يعني يطلب المواطن، من حيث أنه بعض الطلبات تخص هذه السجلات المزورة أو المتلاعب بها، إضافة إلى نقص كبير في الكادر. ويرى مراقبون إن الإسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية سيكون بمثابة طوق النجاة لمشاكل الأهالي ويسهم في إنهاء الروتين. من صلاح الدين بركنعان، قناة الفلوجة.